متابعي راديو أم، أهلا بكم مجددا في الموجز الإخباري لنهار اليوم. ستنظم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجرود والتجهيزات تكستيل إكسبو من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمنظمي الصالون. رفضت رسميا المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المستشار السابق برئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة في قضية قناة الاستمرارية والإثراء غير المشروع القاضي بإدانته بثماني سنوات سجنا نافذ، ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا قابل للتنفيذ. أطلق موقع روسيا اليوم الحكومي مسابقة دولية عربية لاستفتاء واختيار اسم القائد العربي الأكثر تأثيرا خلال سنة 2022 في مسابقة غير رسمية، ويتصدر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الاستفتاء، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة 25.7% أمس عند الساعة 9 ليلا. وينافس الرئيس الجزائري 10 قادة عرب، ويتعلق الأمر بكل من ملك المغرب محمد السادس ورئيس التونسي قيس سعيد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السوري بشار الأسد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. فيما يخص الأخبار الدولية، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما: لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة. وأوضحت أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، معربة عن سعادتها بذلك. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-1.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.